سيادة اللواء، في بعض الدول أو خلينا نقول بعض المنظمات بتصنف الجواز العراقي في القائمة الأخيرة. أنت كيف بتشوف اليوم الجواز العراقي؟ احنا اللي يعني بصراحة أنا بس أصحح مفهوم الجواز كتصنيف، ليس كتصنيفه كورق يعني أو كنموذج. الجواز تصنيفه بالدول العالم من خلال ما دخول المواطن والسماح له بسمة دخول أو بدون سمة دخول أو إقامة. هذا الحقيقة احنا حكينا به عدة مرات، أنه احنا بالنسبة لجوازنا بصراحة كوثيقة يعني كوثيقة أوراق، وهذا من الجوازات اللي الرصينة المعتمدة وبمعلومات أمنية أيضا وصعوبة تزويره، لكنه هذا عمل وزارة الخارجية والتنسيق مع الدول الأخرى في قبول دخول المواطن العراقي، كالتعامل بالمثل مع بعض الدول أنه يكون بدون فيزا وقسم منهم يدخل بإجراءات سهلة. فهذا ما له علاقة بتصنيف الجواز كنموذج. ومع هذا احنا بدينا ايضا مشروع الجواز الالكتروني اللي هو الان الجواز الاخر تحديث للجواز الموجود في دول العالم، وان شاء الله يعني قريبا جدا يصدر الجواز الالكتروني، وهذا كطفرة نوعية للجوازات. السفارات اللي خارج العراق اكيد تتعامل معكم بموضوع الجوازات. كمان في موضوع روتيني بالنسبة للعراقيين اللي عايشين خارج العراق، وقديش بده وقت ليصدر الجواز تبعه؟ يعني بياخذ وقت كثير ولا مثلا فوري خلال يومين او ثلاثه بيحصل عليه؟ بالنسبه للجوازات خارج العراق، بالنسبه للاشخاص العراقيين يعني والجاليه العراقيه الموجوده، هذا الموضوع مرتبط بوزاره الخارجيه، وايضا احنا وزاره الداخليه بالاشتراك بينهم. المنظوم احنا فتحنا منظومات في مجموعه من دول العالم اللي بها سفارات معتمده او قنصليات، وهاي المنظومات مرتبطه بنا كعمل فني من خلال شبكات مؤمنه الانترنت، والمواطن يراجعهم. الموظفين الموجودين اللي يعملون على هاي المنظومات هم موظفي وزاره الخارجيه، واحنا تجينا المعامله عن طريق المنظومه يعني مباشر، ما تتاخر عندنا مجرد احنا نقوم بدورنا بعد ان تتدقق المستمسكات، نصرف الجوازات، ومعتمد الخارجيه يستلم هذه ويرسلوها وزاره الخارجيه. هذا قسم اللي طورنا العمل ايضا مع اتفاق مع وزاره الخارجيه، انه مجموعه من الدول بها طابعات، المواطن ما يتاخر بالنسبه للسفارات والقنصليات اللي بها طابعات، يعني يوم والثاني يستلم الجوازات.